لقد غير اليوتيوب مفهوم الشهرة والثروة لدى الجميع. اليوم بات بإمكان أطفال في المرحلة الابتدائية جمع ثروة طائلة من قضاء بعض الوقت الممتع أمام الكاميرات، بينما يحظى أطفال آخرون بحياة رائعة بفضل ثروة وشهرة أبائهم. اليوم دعونا نلقي نظرة على حياة بعض من هؤلاء الأطفال. بلو إيفي كارتر. تخيل أن تفوز بجائزة غرامي وأنت طفل في 9 من عمرك فقط. هذا ما حدث مع طفلة بلو إيفي كارتر، ابنة النجمة العالمية بيونسيه وجايزي. ربما تحظى بلو بأفضل طفولة ممكنة في كنف والديها بين 5 قصور فارهة يمتلكونها، فمثلا تمتلك طاقما من الطهاة لإعداد طعامها، بالإضافة لزوج من المربيات، وتتحرك في موكب ضخم يضم سيارتين فارهتين و3 حراس شخصيين على أعلى مستوى. ليس هذا كل شيء، فبالنظر لامتلاك والديها يخوت تقدر بحوالي 2,000,000 دولار، فلا تمانع بلو في التنقل بين المنتجعات الفارهة والتنزه بتلك اليخوت. اللافت أن النجمة الصغيرة استطاعت خطف الأضواء من والديها، هذا حقيقي. مثلا في عام 2016 لفتت الأنظار بإطلالتها على الريد كاربت رفقة والديها في ثوب أبيض بقيمة 11,000 دولار من تصميم مصممة الأطفال ميشكا أيوكي، وحذاء من جوزيبا زانوتي. وأخيرا تم ترشيحها لجائزة غرامي عن ظهورها في أغنية والدتها براون سكين جيرل، لذا لا أعتقد أنها تحلم بشيء ولم يتحقق بعد. لا، لم ننتهي بعد. في عام 2017 أسست بيونسي شركة عطور خاصة بابنتها وصلت قيمتها حوالي 500,000,000 دولار. أغنى طفل في أمريكا. دونالد جوزيف دوجر هو ابن ملك العقارات الأمريكي في سان دييغو دونالد دوجر، وهو يوتيوبر شاب أوشكت قناته على الوصول للمليون مشترك. دونالد يعرف نفسه على أنه أغنى شاب في أمريكا، ربما يكون مخطئا في هذا الأمر، ولكن هذا لا يمنع كونه ابنا لعائلة من أغنى العائلات في أمريكا. وما يؤكد صحة ذلك المقاطع التي يظهر بها على قناته، بدءا من ظهوره يطعم زوجا من كلابه الدرواز التبت الأصلية النادرة البالغ سعر الواحد منها 5,000 دولار، وزوج قطة سافانا نادرة ب15,000 دولار للواحد، مرورا بظهوره في قصر والده الفخم المكون من 14 غرفة و17 حمام. ولكن ما أكسبه شهرة إضافية هو المقالب التي اعتاد تنفيذها أمام الكاميرا، مثل إخفاء ثعبان ضخم في سيارة والدته المكلارين، أو التظاهر بكسر زجاج سيارة والده التسلا الجديدة. وأيضا يظهر بمقاطع رفقة بعض المشاهير مثل اليوتيوبر فيز راج ونجمة نيكولوديان أندي دونالد، بالإضافة لأسطول من السيارة الفارهة مثل ماكلارين S570 ب200,000 دولار، ونيسان جي تي آر ب113,000 دولار، وبوغادي فيريون ب2,000,000 دولار. ناهيك عن ملعب تنس خاص وصالة عرض سينمائي منزلية تتسع لعشرات من الأصدقاء. أما عن أرباحه من اليوتيوب بعيدا عن ثروة والده، فيقال أنها وصلت لمليار دولار. عالم ريان. الطفل الأمريكي ريان كاجي المولود في تكساس لم يكن يعلم بأنه سيصبح فتى مليونير وهو في 9 من عمره فقط. تخيل أنه جنى 29,500,000 دولار وهو في ذلك السن الصغير، وبذلك بفضل قناته على اليوتيوب التي تجاوز عدد مشتركيها 30,000,000 متابع، مع ألعاب وملابس تقدر بنحو 200,000,000 دولار. يظهر ريان في مقاطعه على اليوتيوب التي تحقق مشاهدات خرافية، وبرغم ذلك ثرى إلى أن ريان لا زال يرتاد نفس المدرسة، ولكنه يلقى صعوبات بسبب تجمع الأطفال حوله لما له من شعبية جارفة. ولهذا يحظى السيد ريان بطاقم من الحراس الشخصيين على غرار كبار المشاهير، وعلى عكس البداية البسيطة التي بدأها رفقة والدته عند تأسيس القناة في 2015، اليوم يمتلك ريان استوديو خاص به، وطاقم تصوير احترافي، ومعدين، وطاقم مونتاج احترافي. أما عن نمط حياته فهو يعيش حياة طبيعية، ولكن لا مانع من قليل من الرفاهية مثل رحلات ترفيهية فارهة، مثل رحلته على متن سفينة سيمفونية البحار في كامبينا خاصة تضم غرفة ألعاب وغرفتي نوم وحوض استحمام ساخن بتكلفة 85,000 دولار. إيفرلي روز. الطفلة البالغة من العمر 8 سنوات تعد من أشهر وأغنى الأطفال في العالم، والفضل يعود إلى والدتها سافانا لابرانت.
اليوتيوبر الشهير التي ساعدت ابنتها على تأسيس قناتها الخاصة والتي بلغ عدد مشتركيها اليوم 3,750,000 مشترك، ولهذا كان دخلها السنوي في عام 2020 حوالي 730,000 دولار بخلاف قناة أسرتها الرئيسية التي تجني نحو 5.5 مليون دولار بالعام. تلك الثروة الطائلة وفرت لها نمط حياة فاخر، فهي تمتلك كل ما تحتاج من أزياء ودمى وأحذية وهواتف حديثة، بالإضافة لقصر بولاية كاليفورنيا قيمته 2,300,000 دولار. الطريف أنها لم تدفع دولارا واحدا مقابل بنائه، حيث تكلفت الشركة أشلي فانشر على حسابها كحملة دعائية من بطولة النجمة الطفلة. هذا بالإضافة لقيامها بالعديد من الجولات حول العالم والتنقل في أفخم الفنادق الموجودة عالميا والاحتفال بعطلات رائعة في ديزني لاند. هذا يشعرك بالغيرة قليلا، صحيح؟ كريستيانو جونيور. بالطبع لا يمكن الحديث عن أغنى الأطفال في العالم وننسى كريستيانو جونيور، الابن الأكبر للنجم كريستيانو رونالدو والبالغ من العمر 11 عام، يحظى بحياة يحلم بها أي طفل في العالم ما بين قصر والده في مادرا البالغ قيمته 8 مليون دولار وباقي منازله الموجودة حول العالم، يحظى بأوقات رائعة. دائما ما يظهر الابن الأكبر للدون رفقة أبيه في العديد من المناسبات العالمية كحفل البالون دور عام 2013 والتي فاز بها الدون، ويظهر جونيور بالملابس الفخمة والإكسسوارات الباهظة من أغلى العلامات التجارية، بالإضافة لامتلاكه حارس شخصي خاص به والاستمتاع بطائرتين والديه الخاصتين وأسطول السيارات الفارهة الذي يضم أغلى السيارات من بوغادي والامبورغيني وفيراري وغيرها. أما عن حياته الخاصة فهو متعلق بكرة القدم مثل أبيه، ويلعب حاليا في أكاديمية يوفنتوس على أمل أن نرى كريستيانو آخر في غضون سنوات قليلة. أبناء إيلون ماسك. قد لا يكون أبناء إيلون ماسك 7 من الأطفال الذين يحظوا بحياة فارهة ونمط حياة صاخب كغيرهم من الأطفال، ولكن هذا لا يغير حقيقة كونهم من أثرى الأطفال في العالم لما يمتلكه والدهم من مليارات طائلة. فالملياردير والرئيس التنفيذي لشركة تسلا تبلغ ثروته مليارات الدولارات، ومع هذا فإنه مهتم بتنشئة أبنائه بصورة سليمة بعيدا عن إضاعة الوقت والترفيه المبالغ به. فمثلا يهتم إيلون بقضاء وقت فراغه الضيق رفقة أولاده، كما يشرف على حياتهم بنفسه فهو منعهم من ممارسة الألعاب الإلكترونية باستثناء تلك التي يوافق عليها، بالإضافة لإبعادهم عن شاشات الهواتف والحواسيب قدر الإمكان، لذا فهم يقضون وقتا طويلا في القراءة. أيضا يهتم إيلون بتواجدهم حوله في العالم، فمثلا في عام 2019 ظهروا بجانب إيلون بجانب نموذج من الصلصال لسيارة تسلا الجديدة، وظهروا وهم يقومون بعمل نماذج مصغرة منها من الصلصال بأنفسهم. اليوم يدرسون في مدرسة خاصة من تصميم إيلون تختلف عن المدارس التقليدية، حيث يعلمهم بناء على قدراتهم وميولهم وليس وفقا لدرجاتهم، إلا أن ذلك الأسلوب التربوي الصارم لا يمنع من وجود قليل من الترفيه مع طاقم من المربيات يوفر لهم كافة احتياجاتهم وعيشهم في منازل مريحة وفارهة. هل تشعر بالغيرة مثلي؟ أخبرني في قسم التعليقات. أراك في الفيديو القادم، إلى اللقاء.